حبايب الطلاب، من ضمن الأسئلة اللي ممكن تجي لك سؤال كومبليت، يجيب لك مجموعة جمل كلمة كومبليت the following sentences. كومبليت the following، كومبليت the following يعني أكمل الآتي. أكيشا، أكيشا تري، قلناها أكتر من مرة. أكيشا تري defending itself. defend، defend، كلمة defend تدافع عن نفسها. defending itself by producing. انتوا لو انتوا فاكرين الأكيشا تري دي بتدافع عن نفسها بتعمل ايه؟ سم، عارف السموم؟ poison، poison، producing poison. اول ما تلاقي أكيشا و defend itself هي produce، produce، شوف عمال اقول في الكلمة عشان تحفظ معايا. poison that make leaf taste terrible، بتخلي الورق terrible. while كملن، كملن كلها الحرباية defending itself by ايه بقى؟ الحرباية بتعمل ايه؟ buffing up، buff، buff، buff up، buff up، buff up يعني ينتفخ، بتنفخ نفسها. it's a body، it's a body with air. كملن defend A by A buffing up the body والأكيشا poison. تمام. the leaf of tree in hot weather habitat store water. هي مين في الطقس الحار بستور، ستور ووتر، ستور ووتر ما هو هي الأساس كله تكون فهم الكلمات ومذاكر والكتاب عندك. ها the leaves of A أكيشا، أكيشا. while the needles leave of هي الوحيدة اللي لها النيدل، مين مين اللي لها النيدل؟ ها باين تري، لأنها snowy habitat، in snowy habitat، in snowy. ما هي السنوي habitat يبقى الباين تري للصنوبر. the leaves of a tree are look like your hand، شبه الإيد. مين هي؟ كيبوك، كيبوك يا مستر، كيبوك، كيبوك، شجرة الكيبوك. the shape of the kebok leaves allow، ورق الشجر بتاع الكبك بيسمح للايه؟ wind، wind، الرياح. to flow through them smoothly، طريقة الشجرة بتسمح لها الورقة ان الwind flow through them smoothly بهدوء. kebok tree spreads the smell of its flower to attract towards it. الكبك تري دي بتنشر رائحة of its flower to، عشان تجذب مين؟ to attract bats، عشان تجذب الايه؟ البات، البات اللي هو الايه؟ الخفاش. among the plants that can survive in habitats that have lackage of water، المناطق اللي فيها lackage of water، نقص في المية. ايه هي النباتات دي؟ في number one acacia، acacia tree، acacia tree. طب number 2 balm tree، balm tree. number 3 barberry fig، barberry fig اللي هو شجرة التين الايه؟ الشوك. ده نوع من اسئلة كومبليت. وممكن سؤال بيجي بقى او هنشوفه، هو بقى ده اللي بيعتبره الطلبة، يا مستر ده صعب مش ولا ده اسهل سؤال. give reasons، give reason يعني ما سبب، علل لماذا. يقول لك branch of acacia tree are gathered on the top of its trunk. ليه الورق بتاعها ماله in the top of the trunk، بيكون على الترنك. ها بص بقى، to prevent animal from reaching the leaves، على الترنك علشان تمنع الايه؟ ها to prevent animal from reaching the ايه؟ leaves، تمنعها وصولها للايه؟ ها للاوراق. acacia tree have sharp spines. هي ليه ليها sharp spines؟ شارب سبينز يعني اشواك شارب، ها عشان ما حدش ياكلها. يبقى تو بروتكت ات فروم هانجري انيمال، تحميها، بروتكت ات فروم هانجري انيمال، حفظ كلمات وتكتب جمله. ويند از امبورتنت تو اكشيا تري، ليه الرياح مفيده لاكشيا تري؟ ها بتعمل ايه؟ فاكرين اهي، because it uses wind to send smelly message، ترسل smelly message to another، لشجرة تانية، to tell them to start making poison. واحد يقول يا مستر انا هحفظ الجملة دي كلها، مش حفظ. هي بتعمل ايه؟ بتستخدم it uses wind
to send smelly messages. أكنك بتكتب paragraph to another عشان شجرة تانية to tell them to start making poison وتعمل سموم عشان ما حدش يقرب لها. كيبوك تري has hand shaped leaf. هي ليه الكيبوك تري لها hand shape؟ ليه to allow wind to move gently through the leaves smoothly gently أو smoothly عشان الهواء يمر بإيه بسهولة. باين تري هاف ا تريانجلر شيب. هو ليه الباين تري تريانجلر شيب شكل مثلثي؟ دي اهي تو الاو ذا سنو سلايد ايزلي اوفر ات. تو الاو يسمح ذا سنو التلج سلايد ايزلي اوفر ات. تو الاو ذا سنو سلايد ايزلي اوفر ات. ولذلك الاسئله دي عايزه ايه؟ انت بعد ما تسمعها وتفهمها وتحاول تحفظها امسك الورقه والقلم وحاول تجاوب مرة واثنين وتسمعها مع التكرار بتتحفظ. Although snow falls a large quantity on the pine tree. Although بالرغم من snow falls a large quantity التلج بينزل بكمية كبيرة على pine tree. Its branches don't break easily. تلج كتير نازل على pine tree ما بيتكسرش. ليه اهي؟ Because it has short branch that make them can't break down. لأنها because it has تعرف لو أنت قلت because it has short branches يعني فروع قصيرة صغيرة يكفي ممكن ما تكملش الحتة دي. لكن لو عايز إجابة بقى كاملة because it has short branches that make them can't break down. Water lily can absorb large amount of sunlight. Water lily can absorb بتمتص large amount of sunlight. ليه بتمتص كمية كبيرة من الضوء؟ كلمتين اهم due to يعني because of بسبب they have wide leaves. وإلى لقاء قادم مع مستر نبيل إن شاء الله.